السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم دائما بإذن الله عز وجل في إطار الفوائد العلميات في الرقية الشرعية. كثير من الناس تأتي وتقول لك: يا أخي، نريد أن نعرف مكان تمركز الجن وكيف نسيطر على الجن في مكان التمركز. نعم، نأخذ قلم هكذا ونبدأ أنت هكذا يعني في هذا المكان، إذا كان المس نقرأ آيات بينات من كتاب الله عز وجل بنية إخراجه وبنية يعني صعود الجن وبنية إحراقه بإذن الله عز وجل، ونبدأ هكذا يعني مثل هذا يعني هكذا، ثم نقرأ ما تيسر من كلام الله. الأصل تكون النية، والنية أبلغ من العمل، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نقرأ الآيات وندق هكذا بإذن الله سبحانه وتعالى، ندق ندق هكذا حتى يصعد العدو ويطلب الخروج بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.